بسم الله الرحمن الرحيم. معالي زملائي وإخواتي السادة الوزراء، معالي السادة المحافظين، معالي الأساتذة الدكاترة أعضاء مجالس الأمناء وأعضاء هيئة التدريس، أبنائي الطلاب والطالبات، أولياء الأمور وهم الأهم النهاردة، وأسر الخريجين والخريجات، اسمحوا لي ارحب بحضراتكم جميعا النهارده، واسمحوا لي ان انا هتكلم من غير ما اقرا من الكلمه المكتوبه. الحقيقه انا سعيد جدا 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 بوجودي النهارده اليوم في حفل تخريج الدفعه الاولى من خريج الجامعات الاهليه. وزي ما حضراتكم سمعتم جميعا، هذه الجامعات كانت حلم. والحقيقة احنا عندنا في مصر بنبقى يعني طول عمرنا بنحلم بحاجات كتيرة جدا، ودايما كان بيبقى التحدي كيف نترجم الحلم الى حقيقة وواقع على الارض. وبمنتهى الامانة يجب ان ننسب هذا الفضل كله لصاحب هذه الرؤية، واللي اصر على تنفيذها على الارض باسرع وقت وباعلى جودة ممكنة، وهو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحقيقة أنا بتذكر أول ما بدأنا نعرض الفكرة والرسومات الخاصة بهذه الجامعات، وأنا بس عشان نقول لأولادنا ولكل الحضور، إحنا كنا بنتكلم على إنشاء جامعات اللي أنا بعتبرها النهاردة هي صروح علمية بكل ما تعنيه الكلمة، من الصفر في وسط الصحراء الجرداء في اغلب هذه المناطق اللي اتعملت فيها هذه المدن. وكان بالتالي كان يعني اي حد النهارده كان بيضع هذه الرسومات وهذه الرؤيه كان ممكن انه يتخيل هل فعلا ان احنا هنشوفها على الواقع واحنا موجودين ولا لا، لان هناك زي ما كنت بقول دايما احلام كتيره قوي بتتحط على ورق ولكن لا يتم تنفيذها، او حتى اللي بيضعوها ما بيتسنى لهمش الوقت ان هم يروحوا على الارض تتنفذ بعديهم بعقود. ولكن يعني الحمد لله هذا هو العهد اللي احنا موجودين فيه، عهد الجمهورية الجديدة، ان الحلم اللي بيتحط بتبقى الرؤية والإصرار والعزيمة ان هو يتنفذ بأسرع وقت زي ما بقوله بأعلى جودة ممكنة. وده اللي هو الإثبات اللي احنا موجودين فيه النهاردة، ان هذه الجامعات كلها واللي هم الثلاث جامعات اللي احنا بنتكلم عليهم، جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة الدولية وجامعة العالمين، منذ بضعة سنين ما كانش موجودين خالص، بدأت الدراسة فيهم في من 2021، والنهاردة بنحتفل بتخريج أول دفعة من هذه الجامعات. وما يفوتنيش طبعا أن أنا يعني أوجه التحية لأخي وزميلي الدكتور خالد عبد الغفار، وهو الحقيقة كان يعني بيتولى منصب وزير التعليم العالي وقتها لما رحنا لسيادة الرئيس وعرضنا عليه الفكرة، وكان التوجيه ان احنا نبدأ بهذه المجموعة من الجامعات اللي وصلت زي ما يعني قال زميلنا الدكتور أيمن عاشور النهاردة الى 20 جامعة. 20 جامعة اتعملوا في اقل من 10 سنوات. يعني ارجو من حضراتكم ان احنا نتوقف عند هذا الرقم ونضيف لهم 7 إن شاء الله هيبقوا موجودين السنة الجاية، عشان نعرف حجم الإنجاز وحجم التعمير وحجم التنمية اللي بتتعمل في هذه البلد. إحنا ممكن كنا بنشوف يعني أجيالنا كانت بنتكلم على أن تنشأ جامعة على مدار عشرات السنين يبقى ده إنجاز. النهاردة بنتكلم على 27 جامعة أهلية فقط، بعيداً عن الجامعات الخاصة والجامعات الدولية الأخرى، في فترة 6-7 سنوات. الكلام ده مش فقط وراه طبعا كانت الرؤية والمتابعة والإصرار، ولكن كان هناك رجال على الأرض بيترجموا هذه الرسومات إلى تنفيذ على أعلى مستوى من المهنية والاحتراف. وفي هذا الصدد اسمحوا لي أن أنا أوجه التحية والتقدير لرجال الهيئة الهندسية من القوات المسلحة المصرية اللي دايما بيشرفونا في كل المحافل، وايضا زملائي من رجال وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ايضا اللي اشتغلوا معانا على تنفيذ هذه المشروعات. الحقيقة احنا النهاردة فعلا يعني لما بنتكلم ونقول ان لدينا رؤية
للتعليم لمنظومة تعليم متطورة ولدينا عزيمة على تنفيذ على الأرض. أعتقد وجود أبنائنا النهاردة اللي بيحتفلوا هو خير إثبات لمصداقية الدولة المصرية وقدرتها على تحدي كل الصعاب والتحديات اللي احنا النهاردة بنواجهها في فترة غير مسبوقة على تاريخ العالم كله. وأنا هذكر حضراتكم ويمكن وأنا بقولها وبنهي كلمتي عشان ما أطولش على حضراتكم، التاريخ هيذكر هذه الفترة زي ما احنا النهاردة بنقرأ في كتب التاريخ إن فترات بداية القرن العشرين كان فيها تغيرات جوهرية بتحصل في موازين القوى في العالم، احنا بنشهد فترة انتقالية العالم كله بيتغير فيها، فترة شديدة الاضطراب شديدة التحديات، وإن شاء الله اللي حينجح ويصمد هو اللي لديه رؤية وعزيمة وإصرار على النجاح. وولادنا النهاردة هم خير إثبات لهذا الموضوع، وإنتوا مستقبل مصر، وإن شاء الله مستقبل مصر هيبقى مشرق وجميل بيكم إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكركم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.